أهلا بكم. لم يكن 17 من تشرين الأول من العام الماضي يوماً عابراً في تاريخ لبنان الحديث. مئات آلاف اللبنانيين نزلوا إلى الميادين والساحات وطالبوا برحيل المنظومة الحاكمة. كان مشهداً مهيباً، علم لبناني واحد وخطاب وطني واحد. لم يألف اللبنانيون هذا الخطاب ولا هذا الشعار. في ذلك اليوم قيل إن لبنان يولد من جديد بعد عام على ذلك الحشد. كيف يمكن نقاشه وقراءته؟ هل كان 17 من تشرين يوما عابرا؟ هل أسس لقيامة لبنان من خرابه؟ هل تحول إلى ذكرى مضت؟ أم أنه فتح الباب أمام زمن التغيير وتاريخه؟ لبنان سنة أولى انتفاضة، عنوان حلقة اليوم من أحاديث بيروت. وللحوار حول هذا الموضوع سيكون معنا الدكتور بسام الهاشم والأستاذ إبراهيم منيمنة. ولكن قبل الحوار هذا التقرير. إلى نقاش هذه الحلقة مشاهدينا مجددا، نعيد الترحيب بكم، ومجددا أيضا نعيد الترحيب بضيوفنا الباحث والناشط السياسي الدكتور بسام الهاشم والناشط السياسي الأستاذ إبراهيم منيمني. أستاذ إبراهيم، في البداية ما حصل في 17 تشرين 2019 يعني كان لحظة تاريخية لبنانية حقيقية، ولكن التوصيفات حتى هذه اللحظة لا يوجد إجماع حولها حتى من أهل الحراك الشعبي نفسهم. أنت بتقديرك وبتوصيفك وبالاصطلاح، ما حصل؟ ثورة، حراك شعبي، انتفاضة، غضب شعبي؟ يعني بداية لنحدد نحن فعلا هذا التصنيف، ورأيي كتير حيكون إطار ضيق للحراك اللي صار، لأنه حتى من ضمن التعريفات أو العناوين اللي طرحتيهم في تنوعات معينة. بس خلينا نقول أنه بالدرجة الأولى هذا حراك كان عفوي، انطلق من حالة رفضية لهذه المنظومة الفاسدة. نعم. نتيجة تراكمات طويلة، وهذا انتفاضة الشعب اللبناني كانت بعنوان سياسي واضح اللي هو شعار كلهم، يعني كلهم بهدف رحيل كافة المنظومة، ولم يكن لها قيادات بهذا المكان. فبعتقد من هالمنطلق قد تكون يعني ثورة، ولكن بمواصفات يعني لبنانية وخصوصية الحالة اللبنانية في هذا المكان. يعني أستاذ إبراهيم، الملفت أنه بعد سنة على هذا الحراك وهذه التجربة، لهلأ بعد مثلا أكاديميا ما عرفنا التوصيف، وأين نضع ما حصل في 17 تشرين؟ يعني بالدرجة الأولى مش أنا برأيي مش كتير مهم العنوان قد ما فعلا نفهم نحن المكونات المجتمعية اللي كانت بالحراك، والعناوين السياسية اللي كانت عم تنطرح، والأدوات الفعل السياسي اللي كانت موجودة، والنتائج اللي حصلتها. يعني بعتقد هذا هو المدخل الأصلح لتوصيف ما حصل، خصوصا أنه حالة الغضب الشعبي والرفضية لازالت موجودة بشكل كتير كبير، وتنذر بانفجارات أخرى مجتمعية ولكن قد يكون بأشكال مختلفة. فالبناء على ما كان في 17 تشرين أساسه أنه نفهم حقيقة كيف تفاعلت المكونات المجتمعية اللبنانية بطريقة مختلفة عما سبق تاريخيا. نعم دكتور بسام الهاشم. نعم. أنت بتقديرك أيضا
وبتحديد المسميات، ماذا تسمي ما حصل في 17 تشرين؟ ما حصل في 17 تشرين ليس على الإطلاق أقل من ثورة بكل معنى الكلمة. هي يعني بما الثورة هي إرادة قطع كامل وجذري مع ما كان قائما حتى اليوم. يعني أنا أرى في هذه الانتفاضة، وهنا أستعمل كلمة انتفاضة ليس من باب أنه التقليل من أهمية المفهوم أو الحدث الذي حصل، ولكن هي ثورة، ولكنها يعني الثورة لا تكون بدون انتفاضة شعبية. هذه الثورة هي ثورة للكرامة، وهذه يعني أعمق أنواع الثورات. شعب، شوفي ما الذي كان حاصلا، يعني كانت هناك مواجهة، يعني مواجهة شعبية امتدت على سنوات منذ 2015. يعني هناك كان مواجهات يعني ومتزايدة الاحتدام والاتساع بين هذه القوى المتضررة من الوضع القائم والسلطة بمختلف مكوناتها، وهي في النهاية هذه السلطة هي منظومة. يعني أنه عبثا نقول أنه فلان عمل أكثر من فلان، وبنهاية النهايات جميعهم داخلون في منظومة واحدة ويتساندون. يعني بمجرد أن ترتضي الدخول في هذه المنظومة، يعني أنت ارتضيت القبول بشروط اللعبة فيها. نعم. طيب، هذه المواجهة كانت حاصلة، ويعني حصلت على مواضيع النفايات، الكهرباء، يعني الصرف الصحي، الطوفانات، يعني شو اسمه، قصاطد الصرف الصحي ببيروت، يعني كل هذه الأمور. ولكن وفي سنة 2018 أو 2019 يعني احتدمت المواجهة وبلغت حدها عندما راحت الحكومة القائمة تمد يدها على جيوب اللبنانيين بطريقة وقحة بعد كل ما ارتكبوه من موبقات يعني وسرقات واستباحة المال العام ووصولا إلى أموال الخاصة المودعين في البنوك. وصلت بهم الأمور إلى اقتطاع جزء من المعاشات التقاعدية للمتقاعدين، وكانوا ذاهبين باتجاه أنه وعد بأنه الآتي سيكون أعظم، يعني مقبلون في سنة 2020 إلى موازنة فيها تقشف كبير، فيها يعني زيادة للضرائب والرسوم واستباحة. طيب، أنت تعتبر ما قبل 17 تشرين ليس كما بعد 17 تشرين؟ تماماً. هل تعتبره حدث مفصلي حقيقي؟ نعم، أنا أعتبر أنه حدث مفصلي. أنا أعطيه نفس القيمة ونفس الوقع والعمق الذي كان للثورة الفرنسية في فرنسا سنة 1789، هذه الثورة الفرنسية. ولنعلم أنه الثورات عندما تنشب يعني لا تؤتى ثمارها مباشرة، يعني الأهداف العميقة قد يدوم انتظارها سنوات. أنه فرنسا مضى قرن قبل أن تستقر الأحوال في فرنسا وتتثبت قواعد الجمهورية، جمهورية ثالثة، حصل محاولات جمهورية وسقطت سنة 1871 مع سقوط نابليون الثالث. صار لا نزال في التسميات. نعم. أستاذ إبراهيم، ذكر الدكتور بسام موضوع ضريبة الواتس أب التي أججت الشارع وجعلت الناس فعلا ينزلون إلى الشوارع في تلك اللحظة. سميت وقتها الانتفاضة انتفاضة الواتس أب. أنت هل تعتبر هذه التسمية تسطيحا لما حصل وقتها؟ ما بعتقد هذه التسمية دقيقة، يعني حياة التراكم إعلاميا يعني جرى تداولها. قد يكون في كبير. البدايات يعني. نعم. البدايات، لأنه ربطها باللحظة الزمنية اللي فرضت فيها الضريبة، وهي كانت مثل ما تفضل الدكتور أنه يعني الشعر التي قسمت ظهر البعير، ولكن هي بالأصل تراكمات منذ زمن، يعني وخصوصا من 2015 وقد يكون قبله، ولكن 2015 كانت محطة أساسية، لأنه ابتدأ اللبنانيين يروا دور الدولة في تأمين المصلحة المشتركة لهم كشعب. لحد نعم. اليوم، لحد 2015 كانت كافة المشاريع السياسية والخطابات السياسية
مشاريع سياسية على مستوى السياسات الخارجية والتحالفات الإقليمية والطائفية والفئات وتخويف الفئات المكونات اللبنانية من بعضها، ولكن في ملف النفايات وقد يبدو هو ملف تفصيلي، ولكن أهميته أنه لا يستطيع أي أحد أن يحله على مستوى فردي، مثل مثلا ملف الكهرباء أو ملف التعليم أو أي ملف آخر، واللي تعودوا عليه اللبنانيين أنه يعني يتأقلموا ويتحملوا هن عبء ما تأخرت الدولة عن تأمينه، ولكن ملف النفايات تحديدا هو ملف وطني بامتياز، ولم تستطع الدولة بسبب المناكفات ومنظومة المحاصصة التي أفرغت المؤسسات من دورها والدولة من قدرتها أن تحل هذا الملف، فساعتها وجهنا بمشكلة. ولحد اليوم هذا الملف لم يحل، ولكن لحظة 2015 كانت اللحظة التي اجتمع فيها اللبنانيون أنه نحن كشعب لدينا مصلحة مشتركة ودولة أو المصلحة العامة بالأحرى، ودور الدولة بمؤسساتها هي أن تؤمن هذه المصلحة، وكان هون المطالبة بفريق سياسي أو بطبقة سياسية جديدة تعمل على تأمين هذه المصلحة العامة للشعب اللبناني كشعب، وليس مصلحة الطوائف والفئات اللبنانية المتناحرة التي يعمل زعماء الطبقة السياسية الحالية على تأمينها. ففي تناقض كان كتير كبير ونقل نوعية بالوعي السياسي لدى اللبنانيين بدور الدولة بتأمين هذه المصلحة المشتركة، واللي بيحاولوا لهلأ زعماء الطوائف أنه يحافظوا على خطاب التخويف لتمديد صلاحيتهم السياسية في هذا المكان. فهون أنا برأيي أهمية لحظة 17 تشرين. نعم. وربطة بموضوع الحرائق، لأنه كانت الحرائق كمان أحد الملفات الوطنية، يعني بتذكر اللبنانيين كانوا بحالة حزن كتير شديدة على البلد لما شافوا العجز الذي ألم بهذه الدولة وعدم قدرتها على التعامل ولا حتى إنجاد الناس. يعني بتذكر كتير منيح أنه اللبنانيين كانوا متروكين لمصيرهم، محروقة بيوتهم، في ناس ماتت، في وإلى آخره، فكانوا بحالة عجز تام. وهون كان كمان تأكيد على أن المنظومة الحالية لا تستطيع تأمين المصلحة العامة، وبالتالي أنا برأيي 17 تشرين إجت نتيجة الحرائق بالدرجة الأولى كمحرك أساسي. يعني في شعار كلهم، يعني كلهم أستاذ إبراهيم، يعني الذي طغى على كل صحيح. الساحات، وكان الشعار يعني الأشهر حتى إعلاميا في الإعلام الدولي وفي الإعلام العربي، وكأنه الشارع اللبناني كان يريد أن يقول كل الأحزاب فشلت في إدارة هذه الدولة. هو شعار كلهم، يعني كله لا شك أنه كان البوصلة السياسية لهذه الثورة، ولكن اختلف تفسير شعار كلهم، يعني كلهم، يعني صار في عدة صحيح. تفسيرات، في نعم. ناس قالوا انه كلهم لانه فاسدين، في ناس قالوا كلهم اللي كانوا بالحكم، في ناس قالوا كل الاحزاب السياسيه، ولكن انا بعتقد انه الموضوع اعمق من هيك. وحاولت فعلا حتى الاحزاب السياسيه انه تحط هي تعريفها لكلهم، يعني كلهم بما يتناسب مع مصلحتها، فكان محاوله لخرق هذا الشعار، ولكن الموضوع كلهم، يعني كلهم أعمق. أنا برأيي الناس لما نزلت بحراك 17 تشرين هي كانت عم بتقول كلهم بما يمثلون من قيم بممارسة الشأن العام، يعني هذه الطبقة السياسية ومجتمعها اللي هو حاملها كمان، حتى قاعدتها الشعبية تتبنى قيم معينة، هذه القيم هي التي يمارسونها في الشأن العام، واللي هي تتناقض مع قيم الدولة. يعني مثلا ما بتشوفي كافة فئات الطبقة الحاكمة هن يعني يتبنون قيمة مثلا العنف، يتبنون قمة الإقصاء والعنصرية وغيرها وعدم الشفافية والفوقية. فهول القيم نزلوا العالم بحالة رفض لإلهم، ما كانوا إذا بدك موجهين ضد مجموعة أو شخص بالتحديد، ولكن هن شافوا أنه كافة هذه الممارسات كلهم بيتبنوها مع بعض، فإذا كلهم يعني كلهم وعفوا بس استطرادا فرجوا بالنقيض بالساحات لهذه القيم، قيم التعاون، قيم التسامح، قيم الانفتاح، قيم المساواة. فكان في ممارسة بالميدان بشكل عن جد قيم بتمثل هذا الشعب اللبناني بمقابل قيم الطبقة السياسية وكلهم يعني كلهم. تمام. دكتور بسام الهاشم، عن شعار كلهم يعني كلهم، في أحزاب استفزة هذا الشعار وقالت لا نحن مننا فاسدين،
ماذا عنى الشارع اللبناني بهذا الشعار؟ أنا يعني أنا أعبر عما أنا رأيته في هذا الشعار. نعم. وأعتقد أن هناك كثيرين يرون ما أراه أو أنا أراه مثله، يعني ويعني أفترض أن هناك قراءات أخرى. أنا أعتقد أن ما رست عليه المعادلة في أجواء الثورة على القليل، يعني في إطار هيئة تنسيق الثورة اللي هي إحدى أحد الأطر اللي نشأت منذ اليوم الرابع لاندلاع الثورة، هيئة تنسيق الثورة المعادلة رست على اعتبار أن كل يعني كل معناته الجميع خاضعون للمساءلة، يعني حتى ذاك التاريخ كان حكامنا أباطرة، لأن هذه ما حدا بمسه، كل واحد بتقولي عنه هذا حرامي بيطلع مرجعيته الدينية لك هذا خط أحمر وهذا خط أخضر وهذا يعني حطوا لنا كل الألوان حتى يخبرونا أنه هؤلاء مش خاضعين للمساءلة. طيب بالنهاية يعني ما بعد أنه أساسا موضوعيا ما فينا نعتبر أنه الكل سرقوا أو الكل يعني أمعنوا بالسرقة مثل بعضهم، مو صحيح هذا موضوعيا تاريخيا بالتعاقب منه صحيح. نعم. ولكن الشيء اللي صحيح انه مش معناته انه اللي وصل اخر واحد مش معناته انه غير خاضع للمساءله، شفتي كيف؟ فاذا بهالمعنى تكون يعني تكون الثوره عادله في حكمها انه الجميع لابد من اخضاعهم للمساءله، ومن تثبت يعني ارتكاباته يدان ويعاقب ويساءل وتتخذ بحق الاجراءات اللازمه، ومن تثبت براءته من الله نعتذر منه انه خيط. الدكتور كان بدا شيء اكثر، يعني الثوره عم تنزل عم بتطالب برؤيه جديده للبلد حتى اكثر من موضوع محاكمه الفاسدين، يعني كان في نظره جديده للبنان ونظره جديده للتعاطي بالسياسي والشان العام. وهون اهم عفوا كنت فضل. لكن بدي فضل. يعني عم جاوب على معنى كله، يعني كله معناه. نعم. طيب واضح تماما انه هيدي يعني هذا كله يعني كله في رفض للمنظومه كمنظومه، انه خلاص انه اساسا مفوتيننا بلعبه انه عم بيدافعوا عن الطوائف، كل واحد بيعتبر حاله زعيم طائفته وانه هو مطحم لخدمه مصالحها، بتطلعي بالاخر مين اللي عم بينضرب؟ الشعب كله عم بينضرب، وبالتالي كلهم عم بيحيموا عن مصالحهم. دخلك وقت بيكون الشخصية المسؤول الحكومي الفلاني انه طيب فيه هو مسؤول، عين الله وعينك يا تاجر قدام كل الناس، ما عم بعطيه هو مثل وحده كأنه هو، لا كلهم انتبه، كل واحد في عنده ملفه، بيطلع انه تجي عم بتسألي بيقولك انت عم تد عظيم دكتور عم تتعدوا على الطائف. نعم. الطائف تعم هذا مثلا رئيس حكومي، هداك حاكم مصرف لبنان مسؤول عن السياسة المالية عن السياسة النقدية بفعل القانون، بيطلع له مرجعيته الدينية إنه ما حدا يمس فيه. تمام دكتور، إحنا مضطرون للتوقف مع فاصل، بعد الفاصل بس مشاهدينا الوقت. سنسأل عن الانتفاضة أين أخفقت وأين نجحت، دقائق ونعود. لبنان لامس فنزويلا في التصنيف الائتماني الدولي، وكالة موديز وضعته في المرتبة الأدنى على الإطلاق، أخبار مالية سيئة لهذا البلد. لا عطرة يا عطرة البلاد يا عطرة انفجار. برأيهم هني أنه انتهت الثورة هوني، بكرة بعد بكرة يعرفوا أنه كل يوم في مواجهة نحن وياهم، تينزلوا عن كراسيهم يعرفوا أنه خلصنا بقى. يستمر المجتمع الدولي ب
بإرسال الإشارات السلبية إلى الحكومة اللبنانية. ليال خروبي، اليوم، بيروت. بالعودة مشاهدينا إلى أحاديث بيروت، أجدد الترحيب بضيوف هذه الحلقة، الناشط السياسي إبراهيم منيمني والباحث والناشط السياسي الدكتور بسام الهاشم. ولكن قبل استكمال هذا الحوار سنشاهد هذه الاستصراحات من الشارع اللبناني حول الانتفاضة. تشرين أسست لمسار ثوري شعبي احتجاجي راكمت وعي عند العالم. ما بتنتهي الثورة، وتانية شغلة أكيد حترجع، وهي ما انتهت لترجع يعني. لأنه الناس شوي فايتة بخيبة أمل، يعني حاسة حالة يمكن إذا نزلت على الشارع ما كتير حيوصل صوتها. نحن بلبنان نظام طائفي، أقوى نظام بالعالم هو النظام الطائفي، ما حدا بيقدر يفككه. حيصير أقوى من 17 تشرين، لأنه هلأ الوضع أسوأ من 17 تشرين، فإجباري أنه العالم حتكون نازلة أنه عن جد يعني محتاجة هيدي الثورة، ووقت عن جد كمان كنا محتاجينها بس هلأ زيادة. حسيت أنه كانت صادقة بنزولها، بس بعدين تحشر الأمريكيين فيها والغرب فيها والتحميس والمصاري اللي انفتت، بيّن أنه في شيء للبلد عم يتخيط، شيء بيخوف. أنه في ناس كتير عم توعى، بتعرف حالها أنه هي منع عباد لرؤساء الطوائف وزعماء الطوائف، هي عباد لله وهن مخلصين للبنان مش لشخص. أكيد راجعة ولازم كلنا ننزل على الأرض ونكون إيد وحدة عشان الوطن. نعم دكتور بسام الهاشم، يعني قبل الفاصل كنت تتحدث عن شعار كلن يعني كلن، وأحببت أن تضيف المزيد حول هذا الشعار. يعني أحببت أن أوضح الفكرة أنه كلن يعني كلن بالمعنى اللي يعني لفت له الأستاذ منيمني، معه حق فيه. بالحقيقة الناس أدركت يعني عبر السنين المعاناة اللي كانت مرقت فيها 4-5 سنوات وأكثر، حتى الناس عم بتشوف أنه أهل السلطة بيتطاحنوا بين بعضهم على توزيع المغانم. كل مرة بيصير فيه بنروح على تشكيل حكومة تتحول أزمة كيان، نظام كربج، نظام يعني مستعصي على كل مسائل وكل محاسبة، كلهم بحكوا لبعضهم، وبالتالي مين عم بيتضرر؟ ما في ولا مشكلة من المشاكل اللي عم بيعانوا من الناس عم تنحل، وكرمالها هذه المشاكل عم تتفاقم. نعم. ومن هون كلهم يعني كلهم فكوا عن ظهرنا، بدنا نغير نظام، هذا نظام غير قابل للحياة، هذا نظام يدمر البلد ويقضي على كل أمل فيها بالتقدم وحتى بالمحافظة على قدرتها على البقاء. هاي وحدة. اثنين، بدي ألفت أنه الانتفاضة اللي قامت ب 17 تشرين لنا ظروفها حيثياتها اللحظوية. صحيح. ولكن لازم نسجل أنه الناس ما كانت نايمة بوقتها، في كتير من القوى كانت عم بتفوت بمبادرات، وأنا شخصياً كنت في عدة مبادرات، المبادرة الوطنية، مبادرة الحزب الشيوعي مع الدكتور أسامة سعد، يعني الحراك المدني، في عدة مبادرات كانت قايمة في شعور انه في حالة في نزعة للتغيير ورايحين على سنة فيها مواجهة بسياق الصراع حول قصة الموازنة. في عندك عجز كبير بالموازنة، بدهم يطفوا على ظهر مين؟ على ظهر عامة الناس، على ظهر أصحاب الدخل المحدود والفقراء، وهوديك اللي طرقوا المصريات ونهبوا كل شيء، هوديك مشفيين. فمن هون كنا عم نحضر نفسنا، يعني في جهات كتير كانت عم تحضر نفسها، وكان في مؤتمرات. أنا شخصياً كنت مشارك بمبادرة
عقدنا المؤتمر ب29 أيلول يعني قبل الثورة بشي 20 يوم، لأنه شعرين أنه في شيء بالجو رايحين على في مناخات رفض في مجابهة في تغيير. وإذ بتجي 17 أيار اجت مثل السيل الجاري، يعني ما حدا منا متوقع انه كان هال 17 تشرين. نعم. 17 ايار كرمان عاد 17 تشرين المجيدي مثل ما قالوا الواحد، اجت مثل السيل الجاري. اللي كانوا منا عم بيشتغلوا على تحضير رؤية ومبادرات ومشاريع انه الضغط في سبيل حكومة انتقالية والذهاب الى قانون انتخابات خارج القيد الطائفي واجراء، يعني كانت هذه المفاهيم المطروحة وقتها. نعم. الموسعة. طيب سنسمع رأي طبعا. الأستاذ إبراهيم منايم، يعني الدكتور بسام يتحدث أنه خلص هيدا النظام بات غير صالح للحياة وأنه الناس نزلوا على الشارع رفعوا مطلب إسقاط النظام. هو حقيقة شهدنا عدة شعارات، إسقاط النظام، حكومة انتقالية، انتخابات مبكرة، حكومة تكنوقراط. أين نجحت الانتفاضة برأيك؟ يعني ما هو الشعار الذي تحقق من هذه الشعارات؟ يعني بداية الشعارات اللي نزلت فيها الانتفاضة ما كانت بالأصل قبل الانتفاضة، فكل شيء إجا هو إجا من بعد، يعني محاولة مواكبة الحراك اللي صار والانتفاضة اللي صارت. المطالب أو خارطة الطريق اللي انرسمت بشكل من ضمن المجموعات الناشطة كانت بالحراك، واللي هي كانت بتبلش باستقالة الحكومة ومن ثم حكومة من المستقلين ومن ثم بعدين انتخابات نيابية مبكرة، كانت محاولة ل إذا بدك فتح فوة بحالة الـ يعني التشابك اللي ما عم بيقدر يفك. فعندك أنت سلطة عندها مشروعية قانونية، نعم، من مرة انتخابات نيابية، وفي مشروعية الشعبية بالشارع، وهو اللي ما كانوا عم يقدروا يوصلوا لمكان، ما في آلية لفعلا إعادة المشروعية للشعب إلا من خلال الانتخابات النيابية. ولكن كانت المشكلة إنه انتخابات النيابية في دون قانون انتخابي صحيح مفصل، عندك ما في قضاء مستقل يبت بالإشكال بالنزاعات الانتخابية، عندك كتير تفاصيل، ومشان هيك كان مطلوب حكومة من مستقلين ومستقلة، وهذا الشيء اللي ما كانت حاولت تلتف عليه السلطة السياسية بأنه جابت حسان دياب على أساس أنه طيب في تلك اللحظة عندما استقال سعد الحريري أستاذ إبراهيم، أين كانت مجموعات الحراك؟ لماذا لم تضغط باتجاه تشكيل حكومة تتوافق مع تطلعاتها؟ لا هي ضغطت، وكان الضغط ميداني وشعبي بس، ولكن الطريقة اللي أدارت فيها السلطة السياسية والتفت حوالين منه هذا المشروع، حوالين هذا المطلب، وخلق شرخ بعدين بصفوف الحراك، كان مقصود. ولكن كمان لازم نعترف انه الحراك كان عنده قصور على قدرة الفرض بهذا المكان على السلطة السياسية في كتير امور، يعني وشفناها. يعني خلينا هيك نختصر بشكل سريع الخطوات اللي قامت فيها السلطة السياسية لتفريغ الحراك، يعني نعم. بداية مع ظهور السيد نصر الله واللقاءات الثلاثة تبعه، بعدين موضوع نزلت شبيحة السلطة او حرق الخيام، من ثم بعدين محاولة التخوين أو خطاب التخويني، وبعد هيك عندك اللحظة الحاسمة أنا برأيي كانت هي من بعد ما الجيش غير موقف. يعني الجيش كان بمكان ما متساهل مع موضوع قطع الطرق وموضوع الحراك الميداني، وبلحظة معينة وحتى قدرنا نسكر المجلس النيابي ومنعنا جلسة، ولكن في لحظة معينة الجيش واضح أنه صار في تغير ما، نعم. أوكي. وقرر أنه يفض كل أي نوع من قطع شوارع، وهذه كانت أداة الفعل السياسي الوحيدة اللي كانت عند الحراك. ومن بعد هذه المرحلة ما قدر الحراك يفرض أي شيء، وبالتالي صار في مساحة للسلطة السياسية أنه تقدر تناور، وجابت حسان دياب وسمتهم تكنوقراط، وهن بالحقيقة كانت حكومة مستشارين للسياسيين، ورجعنا لنفس الدائرة المفرغة، وفعلا خسرنا كل هذا الوقت، وشفنا الفشل الذريع اللي قامت فيه اللي صارت فيه هذه السلطة السياسية. ف يعني بنعترف نحن ببعض القصور او مع عدم وجود أداة فعل سياسي وتأثير وضغط، هذه كانت محصورة بأداة واحدة وقدرت تعطلها السلطة السياسية، وبالتالي ما عادت من بعد مرحلة استقالة سعد الحريري قادرة تفرض على السلطة السياسية، خصوصا من بعد ما تغير موقف الجيش من الحراك. نعم. أنا بدي أزيد نقطة هون، موافق على كل التشخيص عن قصور مجموعات الحراك دكتور. أنا بدي أركز على قصة قصور مجموعات الحراك. جميل تفضل. أنا يعني كل هذا التوصيف صحيح،
ولكن علينا نعترف أنه نحن عجزنا عن تجميع قوانا في إطار أو إطارين، يعني مثل ما ممكن يصير في جبهات. نعم عندي جبهات، جبهتين ثلاثة، لأنه أساساً تنجي ندمج كل الناس بفرض إطار، يعني إطار قيادي أنا شايفه مستحيل، لأنه الناس يعني إلى مشارب مختلفة، الناس عندها أهواء مختلفة وعندها استراتيجيات مختلفة في تضارب بالآراء حول قضايا أساسية مثل سلاح المقاومة، مثل قصة الحياد، مثل كذا. طيب يا أخي، على القليل الناس اللي عنده نفس الرؤية الاستراتيجية، نفس الخيار بالنسبة لسلاح المقاومة، بالنسبة للحياد، بالنسبة للفيدرالية، ينتظموا بإطار، واللي ضد هالشيء ينتظموا بإطار. علينا نسجل انه عجزنا عن الانتظام في اطر منطقيين هنا وقادر على الفرض. فوقت اللي انت تستي هالعجز عندك، اوكي بتلومي السلطه، بس السلطه شو؟ ما هي عدو السلطه، انت عم خصم، ما بدنا نقول عدو، منا اسرائيل، بس انه هي خصم، انت عم بتصارعيها، بدك تسقطيها وبتستاهل تسقط، وبتستاهل تمسح الارض فيها قد ما عملت فينا، يعني استباحت كراماتنا يعني. بس نحن ما بيكفي انه ننتقد السلطه، علينا ننتقد ذاتنا. وانا اليوم بنتهز الفرصه حتى ادعي كل الثوار، مع ماضي سنه اليوم نحن عم نحيي الانطلاق، ذكرى الانطلاق الاولى لثوره 17 تشرين. انا عم بدعي الرفاق كلهم، وبتوجه للي بدهم يجتمعوا، لانه رايحين على مؤتمر بده يجمعنا بأوتيل رويال ب 25 تشرين، احد ال 25 تشرين. نعم. بدأ الكل الى وقفه لمراجعه الضمير قبل ما نروح نشوف كيف بدنا نكتل حالنا ونعمل وبلش ننتقل ونحط مشاريع. تعالوا انت نشوف ليه بهالسنه هاي عجزنا عن انه تجميع نفسنا وعلى اعطاء نفسنا القدره على فرض خيارات حد ادنى من الخيارات. في انا تسمح لي هون انه في اسباب موضوعيه لا يعني هذا انا مش ما نقول قصور، يعني في مرحله تطور للحراك وللمشروع السياسي تبع الحراك، يعني كان لابد انه نوصل لهذه النقطه. بطبيعه الحراك العفويه ما كان ممكن يصير في اجماع على مشروع سياسي واحد على مواقف من الملفات السياسيه كلها، وهذا بعتقد شيء تعجيزي، يعني مستحيل بظل تنوع الحراك وطبيعته العضوية يعني الأورجانيك اللي طلع فيها. ولكن أنا بعتقد أنه المرحلة اللي قطع فيها الحراك هي مرحلة أولى، تمام، والمرحلة المقبلة هي المفروض اللي هلأ يتبلش يتبلور فيها خطاب سياسي وعلى أساسه تتجمع المجموعات، واحد إطار واحد، إطار اثنين أو ثلاثة، مش مهم العدد، ولكن المهم هو الخطاب السياسي. وهون انا يعني بدا هذا العمل على تكوين خطاب سياسي، اكيد في اكيد في شغل، ولكن بموضوع مثلا الاطارين تحديدا اللي ذكره الدكتور واللي هو بيرجع شوي الانقسام او الفرز على اساس موضوع سلاح حزب الله ان كان مع او ضد، وهيدي مشكله صار حقيقه، لانه بدون خطاب السلطه دائما عم بيحاول كان يرجعنا لهذا المحل، نرجع نفرز على اساس 14 ادار و8 ادار، واللي هو انا برايي انقسام ما عاد موجود، لانه هن كلهم متفقين عليه. ولكن لا شك انه في 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 اعاده في لازم بلوره لرؤيه للبلد اللي بدنا اياه نحن، واللي هو مستند لفكره الدوله والقيم اللي نحن بدنا اياها بهذه الدوله، وكيف مرجعيتها، وتمكين الشعب اللبناني يكون اخذ قراره. نحن اليوم اهم مشكله انا برايي بلبنان تحديدا والمنظومه والنظام الحالي، انه النظام لا يعبر عن اراده الشعب، لا ان كان بالانتخابات ولا ان كان بالملفات الاساسيه. ففي انفصال كامل في الشعب، بيروح بلحظه معينه كل 4 سنين بكب ورقه بالانتخابات وبيعطي وكاله للنواب، والنواب بيروحوا بهذه الوكاله لاكثر منا وليتجاهلوا حتى تغيير مزاج الشعبي. نعم. فبيصير في انفصام، وهذا الشيء بينعكس على كافه الملفات، ان كان من سلاح حزب الله، ان كان من ملفات السياسة الخارجية أو سياسة دفاعية أو حتى سياسة انمائية واجتماعية واقتصادية. ففي انفصام، وبالتالي بتشوفي أنه السياسات اللي بتتبعها هذه المنظومة بتأمن فقط مصالحها وليست معنية بالشعب، لأنه طيب. ما بيعتبروا أنه في مرجعية إلا بنهار انتخابات ممتاز. اللي بيقدروا يطيفوا يعني يخلقوا حالة طائفية وتخويف وتخوين وبعدين يرجعوا هنا. قبل الانتقال إلى فاصل، أستاذ إبراهيم بأقل من دقيقة لو سمحت، ماذا حققت الانتفاضة؟ أنا بشوف الانتفاضة حققت
بالدرجة الأولى عملية صهر الشعب اللبناني ووعي سياسي بأنهم هم حقيقة شعب واحد ذو مصلحة واحدة، مصلحة عامة واحدة، وإرادة بعكس هذا الوعي على منظومة الحكم والدولة. هذا المطلب، هذا أنا برأيي نقطة التقاء للبنانيين ونقطة تاريخية أساسية ومحطة كتير مهمة لم تسبق لها مثيل في تاريخ الشعب اللبناني. عظيم. وهون لازم يكون التركيز على هذا الموضوع، وأنه هذه مرحلة من المراحل، سوف يعني ننتقل لمرحلة متطورة أكثر في المستقبل. بكل الحالات سنأتي للحديث عن ذلك، عن مستقبل الانتفاضة. سنسأل بعد الفاصل مشاهدينا، الانتفاضة اللبنانية إلى أين؟ البلاد وهنا هوية الأجداد، وهنا حكاية كل حرفة. الصحافة ليست جريمة، وحرية الكلمة من حرية الشعوب. تتواصل التغطية الشاملة لمجمل الأحداث السياسية والثقافية في تونس. إلى القسم الثالث والأخير مشاهدينا من هذه الحلقة من أحاديث بيروت، نجدد الترحيب بضيوفنا الباحث والناشط السياسي الدكتور بسام الهاشم، والناشط السياسي الأستاذ إبراهيم منيمني. أستاذ إبراهيم، قبل الفاصل كنا نتحدث عن مساعي مجموعات الحراك لتوحيد خطابهم السياسي، ولكن اليوم في غياب الرؤية السياسية التي تسير سلوك الانتفاضة وسلوك الناس في الشارع، إذا اعتبرنا أساساً أن الانتفاضة لا تزال حية، ما مصير أساساً هذه الانتفاضة؟ الانتفاضة لا زالت حية، وليس مع ولا يعني عدم وجود حركات ميدانية إنه الانتفاضة ماتت. هي شكل من أشكال التعبير كانت موجودة، ولكن الحيثيات الزمنية والموضوعية يمكن أبطلتها كأداة تفاعل سياسي اليوم. اللي بدنا نشوفه إنه حقيقة إرادة التغيير عند الناس اللي قاعدين ببيوتهم لا زالت موجودة وبشكل كتير كبير، وحالة النقمة وعدم الثقة بهذه الطبقة السياسية تتزايد، وما في بتصور يعني حدا يناقش هذا الموضوع إلا الكتلة الشعبية التي هي ملتزمة مباشرة بهذه الأحزاب السياسية، إن كان عقائديا أو من خلال الشبكات النفعية. حتى هو عم بيتفككوا يعني. أنا رأيي إنه بعتقد إنه في فرز حقيقي في المجتمع اللبناني أو في الشعب اللبناني، في فرز، في ناس اللي هن ملتزمين مع هذه المنظومة ويستفيدون منها ويعتقدون فيها وسوف يقاتلون لحمايتها، تمام. وفي بالمقلب الآخر مجتمع مخالف، مجتمع نقيض لهذا المجتمع، يحمل قيم مختلفة ويريد هذه القيم أن تتمثل بإدارة الشأن العام وبالدولة. وهذا المجتمع اليوم لا يملك كافة الأدوات، ولا يملك الهوية الجامعة له، ولا يملك البنية التحتية ليتحول إلى حراك سياسي كبير يواجه هذا المجتمع. يعني المشكلة كانت بالدرجة الأولى فيما سبق أو في المرحلة الأولى من الحراك أو من الثورة، أنه كانت المواجهة فقط مع الرموز السياسية لهذه المنظومة. نعم. ولكن هي فعلا هي مجتمع وهي بنية تحتية كبيرة وتمثل قيم معينة. نحن ما يجب علينا أن نفعله اليوم هو بلورة هذه القيم التي نحن نراها كمجتمع نقيض، منقسمون على أنفسهم مجتمعيا. نعم. أنا رأيي هذا هو الانقسام والفرز الحقيقي اليوم. نحن لا نتكلم فقط على سياسات
اقتصادية اجتماعية أو حتى نعم خارجية. لكن هذا كلام خطير يعني عن بنية المجتمع اللبناني. لا طبيعي يعني طبيعي في أي بلد حصل فيه ثورة كان فيه فرز اجتماعي كبير يعني هذا منه جديد وليس حكرا على البلد، ولكن هذه قراءتي. في عنا مجتمع، في عنا مجتمع نقيض لمجتمع السلطة يحمل قيم مخالفة له ويريد لهذه القيم أن تتمثل وتنعكس في إدارة الشأن العام وهي واضحة، ولكن لم تتبلور بعد يعني، ولم يتبلور قيادات كما لهذاك المجتمع له قيادات، ولم تتبلور الأدوات الفعل السياسي كما يمتلك هذا، ولا تتبلور الموارد الكافية لهذا المجتمع كما له. هذه المرحلة هي مرحلة بناء وتعريف وتأطير هذا المجتمع، والذي يمكن أن يكون متنوعا ويمكن أن يختلف أيديولوجيا ومن طبقات مختلفة ومن مناطق وطوائف مختلفة، ولكن في يجب البحث عن هذا القاسم المشترك، والذي أراه هو قاسم قيمي، سلم قيم معين يتناقض مع سلم قيم السلطة، وهذا ما العمل عليه اليوم. نعم دكتور بسام، يعني يتحدث عن تأطير هذا المجتمع والاتفاق على سلم قيمي لمختلف أطياف المجتمع بخصوص هذا توحيد يعني القيم لهذه الثورة. الكثير يأخذ على هذه الثورة أنه لم تؤلف قيادات، ولكن البعض يقول أنه مثلا الثورة الفرنسية اتفقت على برنامج أو على قيادة بعد 4 أو 5 سنوات. نعم يعني هذا كنا بلشنا نقوله بالأساس بالحقيقة، يعني نحن أولاً لم تتأخر برأيك الثورة؟ نحن واعون لكون الثورات يعني تمتد في الزمن، يعني تأخذ وقتها، خصوصاً عندما تنطلق ثورة شعبية. قلنا كيف انطلقت، كنا عدد من المجموعات تسعى إلى تنظيم نفسها وإطلاق مبادرات إلى آخره، وهي واعية أن الشعب لن يكون بوضعية تجاوب مع ما لم تتمكن هي من الذهاب إلى تكوين جبهة عريضة تثبت قدرتها على القيادة. الناس يعني شبعوا شرسمة. طيب فإذا أنه هذا يعني حركة شعبية بهالامتداد، هذا فعلا بمئات الآلاف من اللبنانيين، يمكن بلغت تجاوزت 1,000,000 في يوم كل الساحات وكل الطرقات في لبنان. كان مشهد مهيب حقيقي، مشهد فظيع غير مسبوق يعني، بأي مناسبة من يعني حتى بسنة 2005 ما صار في شيء، ما في مشهد بهالحجم. طيب هذا بده وقت يتأطر، والناس جاي من مشارب مختلفة، وقلنا واعترفنا، أنا شخصيا حبيت أني أكد على الشيء هذا، أنه في أنه كيف السلطة أجت استغلت الفرصة وجربت أنه تضرب قدرتنا على الفرض، بس نحن كمان ساهمنا، لأنه أنا هذا من باب التدليل على وعينا لأنه العجز اللي يعني كنا فيه عن الانتظام بأطر تسمحنا بأنه نكون فعلا قادرين على التأثير. هلا اليوم التحدي الكبير قدامنا هو أنه نتمكن من تجاوز هذه الحالة من هيك التبعثر. نعم كان هناك تبعثر، ولكن في بأدر ما هناك تبعثر هناك يعني في أطر عم تتكون، يعني في محاولات عديدة يعني، وكل السنة الماضية الحقيقة صار فيها محاولات، وبعضها أصاب بعض النجاح بعضها ما أصاب نجاح، ولكن بعتقد أنا أنه يعني بقدر ما الوقت عم بيمضى بقدر ما عم بينضجوا الثوار تنضج عندهم فكرة أنه تحمل أنه علينا مسؤولية جسيمة تجاه شعبنا نحن ما فينا أنه نفرط فيها. وبالتالي أول شيء مطلوب منا نتجاوز، أولا نتجاوز الأنانيات، نتجاوز هيك انه الحسابات الذاتية، كل واحد جاي بده يستعمل الثورة ليوصل الموقع. يا اخي ضبط الثورة وضبط المجتمع، وبالاخر اذا ضبطها بتوصل، انت بتوصل اذا بعد عندك يعني طشم انك تكمل بدك تحمل مسؤولية بساعتها بتقدر توصل. هاي المسؤولية الاساسية المقية على عاتقنا. هلا بدي ارجع وهذا بعتقد في توجه جدي له، وأنا ذكرت لك تاريخ 25 تشرين، يعني بعد شي 10 أيام رايحين إلى مؤتمر أنا شخصيا من الناس المعولين عليه أهمية، ما رح يكون هو يعني إذا بدك هو الحاسم، ولكن رح يكون خطوة متقدمة على طريق بناء يعني إطار ذو مصداقية، وعلى أمل أنه تنتج عنه هيئة لجنة متابعة تابع العمل اللي بيكون والمقررات اللي بتكون اتخذت بهذا المؤتمر.
هلا وبعرف انه في مبادرات تانية رايحه بنفس الاتجاه، وان شاء الله تكتر المبادرات، وبعدين اذا نشأت 4-5 اطر فليكن يعني الحوار بيستمر بيناتها، وعلى امل انه تتوسع يعني القدره على على التجمع على التجميع. اللي بدي اقوله انا بدي ارجع الفكره اللي قالها الاستاذ ابراهيم. نعم. هذه فكره كثير اساسيه، انه العمليه هو نحن مجتمعين، يعني في عندك مجتمع السلطه الحاكمه اللي مصره على ابقاء الشعب مفكك، انه طويف حاطينه رابطينه باسواق، يعني حاطينه كل طائفه بقمقم هيك مسيجينا بمنظومه من الاحوال الشخصيه الطائفيه، الناس بيتزوجوا من بعضهم مثل العشائر، يعني نفس الاسلوب العشائري، وبيحولوا وكل التدابير متاخذه حتى ما يكون في تفاعل حميم ما بين اللبنانيين، انه من طائفه لطائفه من اطار ديني لاخر، هذا كله سواء مقطع الاوصال. وبقينا الدوله اللبنانيه منذ نشاتها، يعني لبنان الكبير، يعني اعلانها بسنه 20 دستور 26 اللي هو الدستور اللبناني اللي اعتمد، عيشنا على فكره متناقضه، تجاذب بين اتجاهين، وبقيت واتجاهين متناقضين، وبقى البلد قايم عليه، نحن قايمين على التباس اساسي بين خيارين، يا اخي نحن طوائف ولا مواطنين؟ طب اذا كنا طوائف فاذا فلنعتمد نظام، هلا بقول لك الثوره شو نقيت حسب ما انا شايف، يعني بحب انه يقول لي شو راي الاستاذ ابراهيم. طيب يا اخي نحن طوائف ولا مواطنين؟ اذا كنا طوائف وبس فاذا تعوا نعمل فيدراليه، يا اخي مش قادرين نعمل فيدراليه جغرافيه لانه في تداخل سكاني ومدري شو، تعوا نعمل فيدراليه طوائف، ونعمل مجلس رئاسي، ونعمل اذا هل بتكون ايه فليكن، على القليل منكون وضحنا الهوية. وإذا كنا مواطنين لابد من أنه نبني نظام ينسجم مع طبيعة هذا التكوين الاجتماعي أنه نحن مواطنين. بقى اللي صاير أنه حسب الدستور، دستور 26 نحن بالوقت ذاته مواطنين وطبيعي، أنه بكل الدستور كل المواد بيتوجه لك أنه على أساس أنه كل اللبنانيين متساويين في الحقوق والواجبات ومتشابهين بعلاقتهم مع الدولة، ولكن في ثلاث بنود كانت من الأساس ثلاث مواد، المادة 9 اللي بتعطي لا يعني صلاحيات حصرية عمليا للطوائف بمجال الأحوال الشخصية، كل طائفة عندها قانونها للأحوال الشخصية، يعني تكوين الأسرة. نعم. وعندها نظام القضاء، يعني المحاكم الشرعية وإلى آخره، هي بتزوج وبتطلق وإلى آخره، وعندها الحق بأنه تنشئ مدارس يعني التربية والتعليم على ذوقها حسب فلسفتها الخاصة. فإذا هودي الوسيلتين اللي بواسطتهم أعطيت الطوائف القدرة على التوالد وإعادة إنتاج نفسها من جيل إلى جيل، وكل جيل بينقل التراث. نعم. العدوات والخصومات. ولكن ما الحل دكتور بسام؟ بدنا نبقى الحلم لا. الحلم طرق لا الأستاذ أوكي. إبراهيم أيوة. شو الحلم يا أخي؟ أنت جاي طارح حلم أنه يكون يوم سعيد وقت اللي بنتجاوز الطائفية السياسية، يا أخي ما رح فينا نتجاوز هاي الطائفية السياسية إذا ما قدرنا نخلق فصحى بالمجتمع لشيء اسمه مواطن. نعم. ما في مواطن منقول واحد مسلم واحد مسيح واحد شيعي واحد سني واحد ماروني، انه انتم مثل بعضكم كلكم تحبوا بعضكم وكذا، بس ما فيكم تجاوزوا من بعض. وانت بيخلي كيف ممكن مواطني فيها الحواجز هذه اللي بتقصم بيناتها، وهي الحواجز اسوار وعم تيجي تعمل الاطار التزاوج الداخلي بين الطوائف. أشياء عم بتوسع بهالنقطة لأنه نادرا ما يحكى عنها، هاي أنا عندي دراسات ونشرها بهالموضوع، نادرا ما يحكى عنها. ما كل التركيبة الحاكمة قايمة على أساس هذا المرتكز، أنه العائلة باعتبارها هي النواة الأساسية اللي بتكون منها المجتمع، عم بيشتغلوا فيه عم بيركبوا إطار
وبيركبوا الزعامات السياسية بتركب على كل زعامة طائفي بتركب على الطائفة بالاستعانة بهذا الإطار اللي رسم عن طريق الأحوال الشخصية وما يتلازم معه من أساليب التربية من تنظيم أحزاب من تكوين أحزاب من كل هالأمور هذه. فأنا بقوله كلامه بدك تعمل هل أنه المواطن بدك ينوجد إيه؟ فإذا بدك تروح تعطي الإمكانات لنشأة المواطن كظاهرة مش بس كفكرة هيك بالمخيلة كلام مهم كظاهرة. لكن سننتقل لكن نحن قلنا أنه ما تبقى غير مطبق من الطائف نظام المجلسين ممتاز. في ناس حاسين حالهم طبيب يا أخي يتمثلوا عنيك خايفين مجلس الشيوخ هو بيدافع عن التوازنات وإطلاق المجال لمجلس نواب خارج القيد الطائفي ولكن ما مع أساس إنه يفتح إنه يبنى على فكرة المواطنة ومن جهة تانية تشريعات طليعتها قانون مدني الأحوال الشخصية. تظلم أنت الأستاذ إبراهيم سوري لا هل أنا تركتم لا بالعكس هيديك مش فانت عير الساعة أستاذ إبراهيم بموضوع يعني احتمالات اندلاع مشهد شعبي مثل الذي رأيناه في 17 تشرين، هل تعتبر أنه يمكن أن يتجدد هذا الحراك وبطريقة أقوى؟ يعني بحسب مسار الحركات الشعبية في لبنان 2011 مظاهرات ضد النظام الطائفي 2015 ضد أزمة النفايات وثورة 17 تشرين، هل نحن في مسار تصاعدي؟ يعني أنا بعتقد الشكل اللي صار ب 17 تشرين قد لا يتكرر بنفس الشكل ومش ضروري يتكرر يعني لتحقيق إنجاز، ولكن المرحلة المقبلة إذا كنا نحن حنكون بمستوى متطور أكثر من وقت 17 تشرين بيتحتم أنه يكون ابتدعنا وقدرنا نلاقي مساحات اشتباك جديدة للسلطة، لأنه بعتقد أداة الفعل السياسي بالميدانية والمظاهرات بالشوارع وهيك على أهميتها، ولكن قد تكون هذه الساحة أو المساحة اللي أصبحت السلطة متمكنة منا، فكأنه نحن عم نلعب بملعبهم، يعني صار معهم هن يعني القوى الأمنية والقوى العسكرية وتحديد الساحات والأنصار الحزبية تماما، وكل هذه العوامل بتقلك أنه المساحة هذه من طريقة التعبير والضغط السياسي ما عادت فاعلة كما كانت في لحظة التي تفاجأوا فيها ب 17 تشرين، يعني هذيك اللحظة كان في عنصر المفاجأة وما كانوا مستعدين وما قدروا يضبطوها ولذلك كانت فاعلة سياسيا وقدرت تضغط لإسقاط حكومة سعد الحريري. أما المرحلة المقبلة بعتقد بما أنه هذا حيد هذا شبه حيد يعني هذا هذه الساحة علينا نحن أن نبتدع مساحات أخرى للاشتباك، وهون قراءة المجتمعين قد تكون مفيدة لأنه حصر الاشتباك السياسي مع أو التوجيه الاشتباك السياسي مع رموز هذه السلطة اللي هي بالأساس محصنة ومعروف وجغرافيا يعني مؤمنة من القوى العسكرية، يعني إن كان عن مظاهرة على مجلس النواب أو القصر الحكومي أو قصر بعبدة تقريبا صارت يعني عديمة الفعالية لأنه صارت كتير مدروسة ومطوقة وإلى آخره. أما لما بننقل الاشتباك السياسي من مجتمع نقيض لمجتمع السلطة مع رموزه إلى المجتمع الثاني، وهنا عم نحكي طبعا بوسائل لا عنفية، عم نقدر نحن نخلق مساحات جديدة للاشتباك، وقد يكون الضغط على القاعدة الشعبية إذا مش نحن قادرين نضغط على رأس الهرم تبع هذه الطبقة السياسية، الضغط على القاعدة الشعبية هو الأفعل واللي ممكن يأثر بدوره على 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 رموز السلطة، وهون ممكن ساعتها يكون في إعادة توازن شوي بموازين القوى لصالح المجتمع الآخر أو مجتمع التغيير. طيب أستاذ إبراهيم، جميل ما تحدثت به، يعني أنت كرموز كأحد رموز الانتفاضة اليوم بماذا تعد الناس في الشارع؟ يعني نحن نعدهم أنه نحن مستمرين بالعمل مستمرين بالنضال ولو أنه ما ظهر هذا، لأنه في جهد فكري لهضم ما حصل بهذه السنة الماضية ويعني اشتراح الدروس المستفادة لحتى نقدر نقدم بمقترحات أو بطروح متطورة أكثر. وعلينا نحن طبعا موضوع التنظيم الداخلي هيدا أساسي ومهم، ولكن كمان دونه إذا بدك صعاب إذا ما تخطينا المراحل التجارب اللي بلشناها من 2018 بموضوع التحالفات وإنشاء الجبهات التي لا تستند إلى مشروع سياسي واللي هي ممكن تكون خطيرة يعني وقد
تكون إذا بدك قابلة للتفجير بأي لحظة، لأنه ما في حقيقة قواسم مشتركة أو قاعدة سياسية حقيقية يستند إليها هذه المشاريع الجبهات. فبالدرجة الأولى التركيز اليوم على المشروع السياسي والخطاب السياسي والتوجه إلى الناس، التوجه إلى الناس بالشارع. يعني حالة الانفصام اللي شفناها ب 17 تشرين، ما بتسميها انفصام بس، ولكن كان في الحراك الشعبي العفوي بمكان والمجموعات اللي حاولت تلحق فيه وتواكبه. هذا لازم ينتهي، هذه العلاقة لازم تكون المجموعات هي مبادرة إلى خطاب سياسي على أساسه يلتزم الناس بالحراك. وهون ساعتها بنكون على وصلنا لمرحلة متطورة ونستطيع أن نقول أنه في قيادات، في تمثيل، في قدرة على التحرك والمناورة مع هذه السلطة، وساعتها بعتقد حيكون في نتائج أحسن بكتير من 17-20. نعم جميل. الكلمة الأخيرة لك دكتور بسام الهاشم بدقيقة لو سمحت، هل تتوقع أن ينفجر الشارع في لبنان من جديد، خاصة أنه إذا أردنا أن نقارن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للناس منذ سنة مع اليوم، يعني أوضاع كارثية وهي أسوأ بأشواط؟ لكن اليوم نحن عم نحكي اليوم بيطلع لك الامبراطور الحاكم بامر الله، حاكم البنك المركزي، اللي بغياب الحكومه ما في حكومه، صاير هو بيحدد انه الشتاء والشمس مثل ما هو بده، يعني بيحدد هذا التدابير اللي عم يعملها، التدابير الساديه بمنتهى الساديه، تعذيب للناس يعني، ضغط عليهم. هذا بنتهز الفرصه حتى نبه انه انت ما لك حق عم تجي تفتعل بالبلد وضعيه انفجاريه اذا استمريت فيها ما حدا رح يقدر يوقف بوجه. انت عم بتحول الناس، عم بتحول بعض الناس بالحالات القصوى الى انابل موقوته. فانتبهوا، انا اتوقع انه اذا استمرت الحاله على ما هي عليه اليوم ومستمره هيدي السياسات، وانتوا قاعدين عم تحكوا كل هودي اللي طرقوا المصريات للبلد للناس وحطوهم بسويسرا والجزر شو اسمه هيدي الجنات الضريبية والاخره، هربون هونيك وكانوا مخصون، وعم بيحاولوا يحملوا الناس اللي ما معهم، عم بيحاولون انه تغطية العجوز للأسف هيدي الناس ما بقى عندها، انتهت خلاص. فانتبهوا، خلاصة القول تقول مستمرون انتبهوا. والأستاذ إبراهيم يقول مستمرون. أشكركما جزيل الشكر الدكتور بسام الهاشم الباحث والناشط السياسي والناشط السياسي الأستاذ إبراهيم النيمني، ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتكم لهذه الحلقة. ملتقانا الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.